هل تتصور هزيمتك على يد جثة في مسألة مهمة قبل أن تسارع بالنفي؟ توقف، أخطر رجل في العالم هزمته جثة. استرخي، عد بالزمن 80 عاماً. توقف عند ربيع عام 1943 وتخيل لوهلة شكل العالم. الحلفاء يهزمون المحور في شمال أفريقيا والطرفان يفكران في نقل الحرب لأوروبا. الحلفاء يرصدون نقطة ضعف واضحة للجميع والمحور يعرفها ويحصنها. ما العمل؟ هنا يبرز خيال الكاتب، وبالتحديد مؤلف سلسلة جيمس بوند إيان فليمينغ. كان مساعد مدير الاستخبارات البحرية البريطانية وطرح الفكرة لأول مرة في عام 1939. إسقاط جثة ترتدي زي طيار على الشاطئ تحمل وثائق بافتراض أن المظلة لم تعمل كانت ركلة البداية لرحلة خداع استثنائية. حول البريطانيون مشرداً مات بسم الفئران لقائد مهم بالجيش يدعى ويليام مارتن. كيف تم ذلك؟ عبر عملية مخططة بعناية شملت خلق تاريخ عاطفي ومهني ومالي للكابتن المزيف. دس تذكرة مسرح وفاتورة خاتم خطبة مع وثائق مزيفة عن خطط الهجوم على اليونان في حقيبة الجثة. على متن غواصة قطعت الجثة المحفوظة في الثلج الطريق لسواحل إسبانيا وخرجت إلى المياه. في 30 أبريل عثر الصيادون الإسبان عليها وتدحرج الخبر إلى حجر الجواسيس الألمان. حبكت لندن القصة وطالبت مدريد رسمياً باستعادة جثة الضابط وما بحوزتها من وثائق سرية. ابتلع الألمان الطعم وفتح جواسيسهم الوثائق ثم أغرقوها مجدداً بمياه البحر حتى لا يبدو أنها فتحت. لم ينتهي الخداع هنا، وضعت الاستخبارات البريطانية رمش عين وسط الوثائق كعلامة لمعرفة إن كانت فتحت أم لا. عند عودة الوثائق إلى بريطانيا كان رمش العين غير موجود. صدق الألمان الخدعة، نقلوا التحصينات من صقليا هدف هجوم الحلفاء الحقيقي إلى الهدف المزيف اليونان. ثم هزم النازيون في صقليا هزيمة كبيرة حولت مسار الحرب. هكذا عكس البريطانيون السؤال الأدبي، ماذا يفعل العيان بالميت؟ وقاد ميت الألمان إلى الأهوال. نعم، قد تهزمك جثة، فتحسب للأموات كما تخشى الأحياء.